السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع وصفة كده سريعة في اللذيذ، وإحنا لسه في الصيف الجميل. بطاطس المكعبات بالدجاج أو بالفراخ مع الزعتر وزيت الزيتون. يلا بينا بقى مع يوميات مطبخ شيرو، نشوف هنحتاج إيه النهاردة عشان نعمل الأكلة السريعة العظيمة. طبعا يا جماعة هحتاج صدور من الفراخ أو الدجاج، هحتاج طبعا معايا بطاطس، وأنا هنا منقية البطاطس الكبيرة عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع. هحتاج بصل، واحتاج ثوم، واحتاج فلفل شطه لو انتوا عايزين اخضر او فلفل رومي اخضر، وطبعا احتاج زعتر اخضر كده جميل من بتاع اخواتنا السوريين عشان يبقى طعمه لطيف. يلا بينا بقى نمسك مقصنا الجميل بتاع المطبخ ونبدا نقطع الفراخ بتاعتنا الجميله ديت الصدور لشرايح بالطول كده الاول، وبعد ما نقطعها بالطول هنمسكها ونقطعها مكعبات. عايزه اقول لكم دي اسرع طريقه لتقطيع صدور الدجاج وعشان تحصلوا على حجم شبه متساوي. هنخلص كل الكميه بتاعتنا كده ونجيب بقى الزعتر الخطير بتاعنا الجميل، شايفين لونه اخضر ازاي وهو ناشف، رائع رائع بجد. نخلي بالنا بس واحنا بنحطه ان هو بيبقى محطوط عليه ملح في التخزين بتاعه، فلما نيجي نحطه ندوق الملح بتاعنا في الاخر ونظبط الدنيا. نقلب بقى الزعتر بتاعنا مع الفراخ، وهي دي التتبيلة بتاعت الفراخ. انا مش هحط حاجة تانية يا جماعة في التتبيلات النهاردة ولا اي بهار تاني. يلا بينا بقى ناخد البطاطس وناخد البصل بتاعنا ونبدأ نقشر كده بالقشارة. وانا نقيت من السوبر ماركت بصراحة اكبر بطاطس موجود، البطاطس الصغننة ديت ما بعرفش اقشرها، في الاخر بلاقيها كله طلع في القشرة. يلا بينا بقى قشرنا كل البطاطس، نبدا نقطعها كده ايه بسمك حوالي سنتي وشويه. ايه ده، الحته دي شبه كده راس السنافر يا جماعه، اللي بيتفرج على كرتون السنافر هيعرف ان دي زي بالظبط البورنيطه بتاعتهم. يلا بقى نقطعها لمكعبات صغننه متصنفره ونحطها كده في البول بتاعنا او في الطبق بتاعنا، وكلها زي ما اتفقنا مكعبات حجمها متساوي، ولا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، الحجم يكاد يكون متوسط. يلا بقى نخلص كل الكمية بتاعتنا بتاعت البطاطس ونشوف هنعمل ايه. خلصنا البطاطس يا جماعة، جه وقت بقى ايه البصل بتاعنا. هحتاج برضو ان اقطع البصل بتاعي لمربعات او مكعبات صغننة خالص، انا مش عايز البصل يبقى حجمه كبير ويبقى ظاهر قوي في البطاطس، بس هو بصراحة بيديها طعم خطير خطير خطير. يلا نقطع بقى البصلتين الصغننين دول، او لو عندنا بصلايه متوسطه هتبقى تغني عن البصل الصغنن. نخلص كل الكميه ونجيب بقى الفلفل الاخضر بتاعنا، ونخلي بالنا يا جماعه ان الفلفل الاخضر لو هو مش دوت فلفل عادي الرومي خلاص مش هيبقى حامي، لكن ده بقى خلوا بالكم وانتوا بتقطعوه انه بيبقى فعلا حامي قوي. لا اما تلبسوا جلافز، لا اما تتاكدوا ان انتم تغسلوا ايديكم وتدعكوها بليمونه بعد ما تخلصوا من تقطيع الفلفل، لان بجد بيفضل يحرق فتره طويله وممكن يحرق العين او يحرق اي حاجه من الجسم. نقطع بقى الفلفل كده حتت صغننه صغننه. خلصنا كل الكميه، يلا بينا يا جماعه نحط كل الحاجات على بعضها ونعمل بقى التتبيله بتاعتنا اللي هتبل بيها البطاطس والحاجات بتاعتي. هحط الاول معلقه تانية من الزعتر زي ما عملت في الفراخ بالظبط. الزعتر بجد ريحته خطيره يا جماعه، واحلى حاجه هي البطاطس بالزعتر وزيت الزيتون، بجد اكله خفيفه صحيه طعمها مميز. قلبنا كل البطاطس المكعبات بتاعتنا مع الزعتر وبجد جميله جدا جدا. هجيب بول بقى كده يا جماعه وانزل بقى بزيت الزيتون الجميل بتاعي، طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها على حسب ما بتحبهم. يعني انا هنا حطيت تقريبا 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وهوريكم بقى الاضافات بتاعتي. هحط الملح بتاعي، واتفقنا ان احنا نخلي بالنا من ملحنا عشان الزعتر ده متضاف عليه ملح وهو بيتحفظ. وابدا كمان اضيف كده معلقتين بقى حلوين كده صغننين مليانين من الكاري، ولو عايزين اللون يبقى اصفر اكتر ممكن ازود معلقه كركم كمان. حط شويه من الفلفل الاسود ونقلب بقى تقليب مستمر عشان هو دوت اللي هيديني اللون والريحه والطعم والجمال كله. زودوا يا جماعه بقى شويه معلقه كمان كاري عشان انا زودتها في الاخر بس ما صورتهاش. يلا بينا بقى نحط كل المكونات بتاعتنا على بعضها علشان نعمل احلى صينيه. ني في ني يا جماعه، انا النهارده مش ولا هقلي ولا هدبل
ولا هاخد سفعة للفراخ ولا أي حاجة. عشان كده الوصفة بتاعتي النهاردة صحية من الدرجة الأولى، سهلة وبسيطة وخفيفة قوي. حطيت كل الصوص بتاعي اللي أنا عملته، الزيت بالزعتر بالكركم بالكاري بالفلفل بالملح، وأبدأ أضيف بقى بصلي وفلفلي وكل حاجتي، وأجهز عندي القالب أو الصينية اللي إيه اللي هسوي فيها الجمال ده كله. يلا بينا بقى ايه يا جماعه، نبدا نضيف بقيه الزعتر الموجود، وهسيب معلقه واحده صغننه بعد ما تتسوى الصينيه هرشها فوق الوش عشان تديني شكل جميل. يلا هقلب كل المكونات بتاعتي واروح اجيب الصينيه بتاعتي. انا استخدمت هنا القالب البايركس، هحط بس رشه كده من الزيت في الارضيه علشان ما يلزقش البطاطس بتاعتي، واحاول احط شويه من البصل بتاعي في الارضيه، والباقي بقى اضيفه كده واقلب اقلب كل المكونات على بعضها بايديا الاثنين، ابدا ادعكهم كلهم في بعض عشان اتاكد ان كلهم اخدوا التتبيله بتاعتي واخدوا الزيت واخدوا الكركم والكاري واخدوا الملح والفلفل. يلا نقلب كله كده كويس. كده يبقى فاضل لي بس اني اظبط الميه بتاعتي اللي هيتسوى فيها البطاطس، وما تزودوش في كميه الميه قوي يا جماعه. والحاجه التانيه كمان التوم، نسينا نقطع التوم. يلا بينا، انا هقطعه كده قطع صغننه بالسكينه، او لو عندكم مفروم حطوا لكم توميتين ثلاثه كده مفرومين. وطبعا طبعا نوزع التوم في كل حته علشان يبقى الطعم جميل وخطير ويبقى واصل لكل البطاطس. يلا بقى نروح نجيب لنا مج كده من الميه يا جماعه، ونجهز الميه بتاعتنا اللي هنسوي فيها البطاطس. انا طبعا بقلب تاني علشان التوم يتوزع في كل البطاطس وتبقى الدنيا كلها متظبطه. هنجيب بقى المج زي ما اتفقت معاكم بتاع الميه بتاعي، وهبدا اضيفه واوزعه على الفراخ بتاعتي. وطبعا يا جماعه هنخلي بالنا ان انا لما بضيف الميه هتنزل كل البهار والحاجات في الارضيه، عشان كده انا لازم هقلب تقليبه تانيه للمكونات بتاعتي مع الميه عشان كل الحاجات تختلط مع بعضها ويبقى كله ايه طعم واحد وشكل واحد. انا ضفت في الاخر زي ما قلت لكم معلقه تانيه كمان من الكاري، بس دي انا ظبطتها بشويه ميه بس وخلاص، وضفتها فوق الوش لان حسيت ان اللون بتاع البطاطس هيبقى فاتح ومحتاج يضاف له شويه كاري كمان. كده خلاص يا جماعه انا وزعت الكميه كلها، هبدا بس اجيب بقى الشبت الجميل. بجد اللي اخترع اختراع الشبت الناشف المطحون اختراع رائع رائع رائع. هجيب بقى الشبت بتاعي الجميل دوت وارش لي رشه كده فوق الوش، اولا بتدي تيست حلو قوي، ريحه حلوه قوي، وفي الاخير شكل جميل كمان للوصفه بتاعتنا. الجمال ده بقى يا جماعه محتاج يدخل الفرن. انا شغلت الفرن في الفتره ديت على اعلى درجه حراره، وجبت ورقه زبده او ورقه خبز حطيتها كده فوق الوش فوق الصينيه بتاعتي، وهبدا اجيب كمان قطعه من الفويل بنفس الحجم بتاع الصينيه واقفل عليها كويس قوي، وهحط على الرف اللي في الارضيه على طول، مش دايركت على الارضيه، الرف اللي فوقيها على طول. هبدا ادخل الصينيه بتاعتي، هتاخد تقريبا في الفرن على اعلى درجه حراره حوالي 10 دقائق، وبعد كده اوطي درجه الحراره بتاعتي لحد ما هتاخد تقريبا 3 اربع ساعه في الفرن، وتطلع بطاطس دايبه. ارش عليها بقى احلى رشه بقى من الزعتر الجميل كده الفريش، او الزعتر المطحون بتاعي الجميل، المعلقه اللي انا سبتها على جنب. لازم بقى يا جماعه ندوق كده، اوريكم بقى البطاطس بجد دايبه دايبه دايبه، ريحه وطعم ولون خطير. والفراخ كمان شوفوا بقى الفراخ، انا الفراخ ما سويتهاش لوحدها، شايفين لونها ابيض جميل اصفر كده فاتح من بره، ودايبه وجميله. ادوق بقى الطعم ولا اروع، ولا اطعم ولا احلى ولا اخف كمان. اتمنى طبعا تجربوا الوصفه الجميله بتاعتي ديت، وانا قدمته مع رز ابيض، رزه ورزه. اتمنى تلفوا لفه في القناه، ولو عجبتكم فيديوهاتي اتمنى انكم تفعلوا زرار الجرس وتشتركوا في القناه وتسيبوا لي تعليق جميل، وزي ما بنقول كل مره استمتعوا.